الكلام باش نديرو برنامج اعلامي. نرجع للدستور الاخوان بسرعه، الدستور اليوم ما بقاش بحال سابقا. الدستور تفرض على اي مسؤول تجيب صندوق اقتراع الديمقراطيه التمثيليه لفعل السياسه العموميه المحليه اللي خطط لها من خلال المقاربه الديمقراطيه التشاركيه، يعني عندنا واحد الازدواجيه، يعني موازات ما يمكنليش نخطط وحدي. هذا علاش اليوم كنجتمعوا في هذه الورشه هذه باش نديروا المقاربه التشاركيه. الطريقه التنميه وتنظم بحق الاجيال الحاضره والمستقبليه في هذا الشكل. وياتي هذا البرنامج في اطار المقاربه التشاركيه التي تنهجها جماعه تمام في تدبير الشان المحلي وفقا لمقتضيات القانون الاقليمي للجماعات وخاصه الماده 78 المتعلق بانجاز برنامج عمل الجماعات في خلال السنوات المقبله، يستند الى التشخيص التشاركي بالتعاون مع مختلف المتدخلين في الشان العام المحلي على المستويين الافقي والعمودي. هذا البرنامج يهدف الى تحسين عيش ساكنه مدينه تمام وتأهيل العنصر البشري وتنمية البيئة الحضارية والتنمية السياحية للمدينة وإرساء مبادئ الحكامة الحضرية والرفع من جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن وتسهيل المساطر والإجراءات الإدارية مع ترشيد الموارد المالية والبشرية بغية تحقيق المجتمعية. وفي هذا الصدد أدعو جميع المؤسسات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني والمصالح الخارجية للتعاون بدعم برنامج عمل جامعة 2027 والمشاركة في إعداده. وأحيطكم علما بأن هذا البرنامج سيأتي متناغما مع المخطط الجهوي لجهات الرباط سابقا وبرنامج عمل مجلس عمل الصغيرة التمارة. وتراهب جماعة التمارة على خصوص على خوض غمار أوراش كبرى من شأنها إعادة الاعتبار لمدينة تمارا واستقطاب المستثمرين للمدينة التي تحظى بمؤهلة تاريخية وحضارية وطبيعية وجغرافية تؤهلها لخلق الثروة واحتلال مكانة لائقة ضمن نادي المدن الكبرى. كما أؤكد أن من بين أهداف البرنامج هو البحث عن هوية للمدينة تمارا على غرار المدن الكبرى للمملكة لتأخذ المكان التي تليق بها في جوار العاصمتين الإدارية والاقتصادية للمملكة. واليوم نعطي انطلاقة فعلية للقاءات التشاورية لإعداد برنامج عمل الجماعة بشراكة مع جميع المؤسسات والهيئات والجمعيات على أن تنظم ورشات أخرى على مستوى أحياء المدينة للتفاعل أكثر مع الساكنة وفتح مجال لتلقي اقتراحاتهم والتي بشأنها أن تساهم في صياغة هذا البرنامج، أي برنامج عمل جماعة التمارة 2022-2027. والسلام عليكم وشكرا. اليوم في المغرب ما تنطلقش على قانون فارغ للقضية التمثيلية، ماشي اللي جالس في الكرسي تيحكم، وهذا الشيء اللي نسمعه اليوم من خلال هذه الانطلاقة الإيجابية، هو أننا نحددوا النتائج جميع ونعبروها جميع ونتحاسبوا على المخالفات ديال شنو حققناه جميعا. اذا هي فلسفه اخرى. هذه الفلسفه ما جابهاش الدستور فقط وما جابهاش خص الاعتاد. اليوم من خلال واحد اللقاءات التقريريه وتوجيهات ديال السيد الرئيس تيقول لك انا بغيت برنامج عمل مغربي. برنامج عمل ادابتي تيتاقلم مع الكونتكست ديال المغاربه وديال المغرب. بالتمغرب ثانيا برنامج عمل ديال تمارا. فيه حاضره فيه السكينه ديال تمارا، ماشي اسمع له دير لي بغيتي، ماشي انا نقول لك هو تيحكم. عندنا 1500 برنامج عمل و20 برنامج عمل برنامج تنميه في العهد السابق كانوا ولا في هذا البلاد. يا زيد تقراهم غتلقاهم تيتشابهوا 99% ما هو مكتوب تيتبدلوا الجماعات وشويه هذه التنميه. اليوم خصنا نلقاو في واحد تحدي. عندنا توجهات ديال الدستور احنا عرفناها، توجهات القوانين التنظيميه احنا عرفناها، كل شيء دابا الحمد لله تنشتغل مع المنظفين اليوم مع الوزيري، توجهات العامه والسلسله العامه البلاديه متفقين عليها كاملين، بقى لنا توجهات من المجتمع، واش بالفعل عندنا اراده اننا نعاودوا النظر في الادوار،
بمعنى هذا الشيء اللي غيطلع من السفينه غنسمعوه غنرتبوه غنهذبوه وغنخرجوه في الوثيقه، وطبعا خصو يكون مقبول ويكون قابل للانجاز ويكون واقعي ويكون خدام، ماشي نديرو شي حاجه اللي ما غاديش تعطينا. المساله الثانيه، واش عندنا القابليه اننا هذا الشيء اللي غنتفقوا عليه ونحققوه، باش نحققوه نتحملوا المسؤوليه كبيره فيه، لان الخطر في الديمقراطيه التشاركيه هو السيد الرئيس والجليستي والكلام استاذ مقتسم معك القرار الاستراتيجي المحلي وسياره السياسه المحليه، ولكن واش انت مستعد تحمل معايا المسؤوليه؟ هنا في الاشكال ديال الديمقراطيه التشاركيه. اجي تشاوروا، احنا تشاورنا ودرنا كاع البارطاج، ماشي لا كونسلتاسيون، حتى لا كونسلتاسيون حتى لو بارطاج، داك الشيء اللي قلتي راه طلعتو في الوثيقه، وفاش ننزل انا نخدم انت اللي تشاورت معاك ما كاينش. هنا فين خصنا نشتغلوا في هذه الديناميك باش كل شيء تكون عنده نفس الرؤية للأهداف، رؤية مشتركة للأهداف، وتكون عنده نفس الرؤية للنتائج، رؤية مشتركة للنتائج، وعندنا نفس الرؤية لقياس النتائج، وعندنا نفس الرؤية كيفاش نتحاسبوا على النتائج. غادي نلتقوا في واحد الورشات فيهم أولا المنهجية العامة كيفاش سنبدو هذا البرنامج انطلاقا من هذه الفلسفة ديال النموذج التنموي الجديد، واللي غيكون فيها واحد المجال التشاركي على اوسع نطاق، والاستماع لجميع وجهات النظر وتعبئتها، الكوديفيكاسيون ديال زانفورماسيون غتكون دي مانيير سونتيفيك، عندنا ادوات جديده جبناهم باش نعبئوا بهم ونخرجوا بهم مخرجات اللي غادي نعاودوا ندير عليهم لقاءات تشاوريه باش نتفقوا عليهم باش عاد نقدروا نخرجوا ديك لافوكاسيون. النقطه الاخيره اللي غنختم فيها هذه توجهات ديال السيد الرئيس، بركة من تمرات يهبوا فيها الناس دروا غادي ينعسوا، سالينا من هذه اليوم بغينا مدينة إل سيتي، لأن البوتنسيال إيكونوميك اللي عندها صحيح هو السكينة ديالها فيها الكفاءات، وتبارك الله أنا البركة اللي دخل الدورة تنقول لها خصو يأبريزي واحد المنطقة دولي، دولي ماشي شي حاجة على شكل محلي، راه دولي تقدر تمرات تستقبل مؤتمرات دولية على مستوى شنو كنشوفو وشنو عندنا هذا، راه لينا قل بزاف المتبرع قبل افريسيتي اكبر ملتقى على مستوى الافريقي بالمدن الحكومات المحلية في 7000 الناس ما عندهمش هذا الشيء، فين غادي تجمعوا الا شفتوا ما غادي ما عندهمش هذا الشيء، اذا كاين دو بوتونسيال كاين كل شيء، فخاصنا نقولوا بركة اليوم تبقى خصها هوية كما قال جا في خطاب السيد الرئيس خصها هوية، وباش نتفقوا على هوية هذا هو اللي صعيب، وهذا هو اللي الدور ديالنا حنا نديرو باش نجمعوا الجميع ونخرجوا الهوية، ما بغيناش الناس يبقاو ينعسوا عندنا، بغينا الناس ماشي في العشية يخرج ويطلع يتقهوى في الرياض ويهبط في هذا الكلام ديال السيد الرئيس تنسمعوا وتنطلق عليه، بغينا ولد المنطقة ولا ولد الجماعة يلقى كل شيء عنده في الجماعة، إذا من أجل برنامج تنموي يحقق نقلة نوعية في الجماعة ويعطيها الدينامية اللي تقلب عليها النموذج التنموي، ولما لا تعطينا نموذج ديال المدن في المغرب على مستوى التخطيط المجالي. أكتفي بهذا. على أساس أن جماعة تمارا مقتنعة تماما بالفكر التشاركي، ومقتنعة تماما بالأخذ بالرأي الآخر، ومقتنعة تماما باحترام التوجهات والآراء التي تصب في مصلحة السفينة وفي مصلحة الجزائر. لا أطيل عليكم، أتمنى من أعماق النجاح لهذا الملتقى، هذا اللقاء، كما أتمنى أن تكون فرصة للانفتاح على جميع الفعاليات والجمعيات وممثلي المجتمع المدني بالمدينة، أتمنى كذلك أن نتدارك في المستقبل ما يمكن أن يكون عبارة عن عفوة أو ما تنسيناه، ونحن نستعيد بهذا اللقاء لأن كل الجمعيات وكل ممثلي المجتمع المدني لهم الحق في حضور لقاءات مثل هذه، لهم الحق الإدلاء برأيهم وانتقاد الجماعة وانتقاد عمل المنتخبين، وبالتالي لأن الهدف الأسمى للجميع هو خدمة الساكنة وهو تحقيق الأهداف التي سطرها هذا المجلس خلال بداية ولايته، ولو أنني أختلف مع الفكرة التي
تقول بان التمارا هي خاصه بالنوم ديال الناس الرباب، ولكن التمارا لها شخصيه مستقله بذاتها. التمارا فيها فاعلين اقتصاديين واجتماعيين، وفيها مجتمع مدني وسياسي وحقوقي فاعل ونشيط ربما لا نجده في العاصمه بحكم علاقتنا بمجموعه التنظيمات سواء سياسيه او حقوقيه او نقابيه. التمارا تستحق الافضل ارض الواقع، وتمارا كذلك بناسها ورجالتها ومنتخبيها وبطورها المجتمع المدني. انا واثق تماما ان مثل هذه اللقاءات المسطره والناجحه كذلك ستحقق الهدف المرجو والمتابع. اتمنى التوفيق للجميع، واتمنى كذلك ان في اللقاءات المسطره مع باقي الجمعيات يكون حسن الانصات والعمل بما يمكن ان تقترح هذه الجمعيات ويصب في صالح الجماعه والساكنه. السلام عليكم ورحمه الله. حقيقة المجلس الجماعي اللي انتخب في 8 شتنبر 2021 سيكون، اعتقد بان هذه البداية هذه غادي تكون واحد البداية مغايرة لباقي المجالس اللي مرات على تدبير شكون لازم المدينة هذه. لماذا هذه الفكرة ولماذا هذا الرأي بالضبط؟ لأن نحن كأبناء مدينة تمارا لاحظنا صيرورة ديال التنمية في هذه المدينة، وكانت في كل ولاية هناك عراقيل وهناك ربما أنا شخصية كفاعل جمعوي، ولأول مرة تنشأ راسي بأن فعلا مساهم كفاعل جمعوي في وضع برنامج عمل للجامعة. أعتقد بأنه لا بد أننا نقطعوا مع الماضي لتقول بأن البرامج يجب أن تأتي في أوراق وتنزل بطريقة أو بأخرى، وأثبتت الفشل ديالها، وهذا هو الدافع ديالنا على أساس أن برنامج العمل يكون مشترك مع الفعاليات المدينة الفاعلين الحقيقيين الميدانيين المدينة. لماذا؟ اليوم نحن الآن مع هذه القطعة نؤسس لعمل في المستقبل، وهذا العمل هذا مبني على شنو؟ مبني على الثقة، لأننا الآن نحن ما نحن إلا واحد مجموعة ديال 51 مستشار في المجلس يدبر أمر ديال واحد المدينة اللي فيها 400,000 نسمة، ولكن بدون المجتمع المدني وبدون الإعلاميين وبدون خطوط الجماعات وبدون القطاعات الخارجية ما غيمكنش أن ننجحوا أننا نحولوا هذه المدينة من دور طوارئ مدى الأستاذ إلى مدينة في مصاف المدن الكبرى، خصوصا أننا لم نستفد شيئا من المدينة اللي قريبة هي العاصمة الرباط. مازال عندنا لي بيطوبيل، مازال عندنا الحيوانات في مدينة تسارة، مازال عندنا مجموعة ديال الأمور. هذا الشيء ما يمكنش أننا نتحملوا مسؤوليته وحدنا كمجلس، ولكن خصنا الاشراك الجميع، لاننا اعتقد شخصيا بانني من غتشاركني في وضع برنامج اعتقد بانني غندافع عليه، واعتقد بانني غنحميه، واعتقد بانني غنسعى الى الانجاح ديالي. الان تبدا التجربه ان فشلت وان نتيجه مشروع واجد تتحقق وانا ما نساهمش فيه. طبيعيا هذه طبيعه الانسان انه تسعى انني يفشلوا، لان ما خصكش نتايا تبان بانك جبتي مشروع او جبتي برنامج، ولكن الان الاشراك ديال الجميع أكيد بأن غادي تكون النتائج إيجابية. نقطة أخرى اللي بغيت نأكد عليها هو أن الحديث كثير، حنا ماشي مسألة عادية، لأن كاين الناس اللي أعداء النجاح، ما تيبغيوش أن شي حاجة دار في المدينة، دار سين في الفيسبوك، دار سين شاف قهوة ب 5 درهم، ودار صحابي، هذا نو، ماشي هذه باش نخدموا المدينة ديالنا. نكونوا واقعيين، السياسة دازت خصنا نتسناو 6 سنين حتى 2027 عاد نجي نديروا السياسة، الآن خصنا نديروا تنمية. الان انا توجه حتى لنداء كذلك الاخوان ديالنا في المجلس، الان ما كاينش حاجه سميتها حزب سياسي او لا انتماء سياسي او لا تنظر خدم شي بروباغندا كما قالت. الان عندنا هم المدينه اللي خصنا نهزوه جميع وخصنا ندافعوا عليه جميع، وهذا الشيء هذا ما غاديش، هذا الشيء اللي داروا الاخوان ديالنا في المجلس والمبادره اللي داروا في الاداره، اعتقد شخصيا بانها راه باديه طيبه وما كايناش، راه الان باقي بعض الجماعات في المغرب راه باقي يلا العمده ديال من الطريقه يلا هذه واحد الايام يلا داروا لقاء تشاوري. هذا اللقاء التشاوري مازال ما عرفوش كيف هذا البرنامج، حنا اللقاء التشاوري كان السيد رئيس الفرد مع الاخوان ديالنا في المجتمع على اساس انه دار في 2021 في ديسمبر، اذا حنا قطعنا اشواط الان اليوم حنا في شهر 5 يعني قطعنا واحد المسافات كثيره. نجدد الشكر ديالي لكل الاخوان اللي سهروا. انتظرنا الكاتب، انتظرنا الكاتب. تقنيات الاولويات كيفاش المنظومه ديال ترتيب الاولويات بشكل علمي والسلام عليكم ورحمه الله. نتمنوا هذا البرنامج هذا انه نرجو التهيئه ديال بعض الاحياء
كمثال واحد الحي اللي كيسميوه مجلس الاجتماع كيسميوه الصين الشعبيه اللي هو مسيره الجلف، لان حرام حرام اننا نشوف هذه المجالس كامله كتداو على مدينه تماره. وكينساو هذا الحي هذا ما عرفتش علاش، واش تقصير او لا ما كيتساراوش في الديره، ما كيعرفوش الحياة ديالها بالضبط كيفاش كتعيش. وخصوصا ان هذا الحي اللي كنعرفوه فيه تقريبا 7 ديال الجوقيات، عيب وعار ان نلقاو حي بحال هذا فيه 7 ديال الجوقيات كيعيش واحد العشوائيه كبيره. وكنقترح كاعتراف في البرنامج هذا، بما ان المجلس عنده الحق انه ينزع الملكيه في المصلحه العامه، كنقترح واحد المارشي القديم اللي كان شحال هذا المارشي القديم، علاش لا ما تمشى النزع الملكيه ديالو المصلحه العامه، تكون تما كاينه واحد السوق خاص بالخضر والفواكه اللي غيتقداو منه تقريبا الناس ديال حي المغضاء وحي الفيرده وسمى سيره جوج، كاع ديك المنطقه صراحه استراتيجيه غيتجمعوا فيها كاع الناس، وغادي نحيدوا ونحاربوا الناس بكاع المتجولين اللي كيعمروا المسيره جوج زنقه زنقه وشارع شارع، الشوارع اللي صعيب انك تدوز فيهم شحال هذه كنا كنشوفوا طوبيس الزرق الناس من التماري اليومي ما يعرفوا 41 كان كيطلع من تما كاين ما عندوش مشكل. دابا ولينا كتلقى الطاكسي صغير والطاكسي كيجي لهنا للقمر كيحطك حداه ما كيبغيش يطلع من فوق، علاش؟ حيت الشارع عام ما عندوش مين يدوز. وانا كنظن هذا من ضمن الحلول اللي ربما المجلس مقرح بعين الاعتبار القضيه هذه. وثاني حاجه اخرى، حنا تفرضات علينا المسيره جوج تكون منطقه كانت كنا كنشوفوها منطقه سكنيه، تفرضات علينا بانها غتكون منطقه تجاريه، بغينا ولا كرهنا داك الشوارع اللي مليئه ما كاينش شي دار ما فيهاش الكراج، ما كاينش شي دار مسيره جوج اللي ما فيهاش البيع والشراء. علاش حنا ما نقللوش التجار نديروا لهم، علاش حتى حنا دوك الاصدقاء اللي ضايعين في الشوارع ديال شارع الادريس وشارع مولاي علي الشريف يكون عندهم الشكل ديال سوق صبار مثلا، ويحدوا لهم البيجار ويحصروا المسافه من يجي الكليان مثلا، هاد الامور كامل. وثاني حاجه اخرى عطيني واحد النقطه، راه حتى بالنسبه للتهيئه ديال الاصدقاء ما كرهناش السيد الرئيس يكون الاسجلت عوض الباغي، علاش؟ لان التجارب السابقه ديال الباغي الناس كاع اللي داروا الباغي الديور ديالهم طلعت لهم البروده، حيت الباغي راه ماشي شي حاجه راه كتقبل ما كيدوز الطراب ديريكت، ما كرهناش حتى حنا ما حتى حنا ما نستاهلوش نكون حتى حنا عندنا اصدقاء بحال مدينه الرياض مثلا بحال حسان بحال باقي الاصدقاء يكون فيها الاسفلت منها ننظموا الاصدقاء تكون عندنا واحد السلاسه في الولوج لهاد الناس ديال رجال الامن الوطني الدراجي اي حاجه. دابا كنلقاو مشكل في مسيره جوج غير الا تحرقت ما يسترناش الدار ما عندش رجال المطار اللي يدوزوا، كتجي امبيلونس دي مريض ما عندهاش فين يدوز ما عندهاش فين يدوز. نتمنى الله تعطوا معنا الاعتبار القضيه هذه وشكرا. مصور عبد الطيب نائب الرئيس، كنتمنى النجاح لهذا اللقاء التشاوري، والانتظار ديالي هو كنتمنى من المجلس باش ياخذ بعين الاعتبار الناس ديال الاعاده هيكله، لان كلهم تيتمناو من هذا المجلس باش يتحقق الهدف ديالهم، لان اعاده هيكله احتمالات كثيره بزاف. شكرا. السلام عليكم، معكم رشيد الصيف رئيس لجنه البيئه والتعمير. رئيس جامعة تمارا، الانتظارات ديالنا حنا هي صراحة كثيرة، اليوم هو اليوم الأول ديال انطلاق ورشات التشاورية، نحاولوا نسمعوا ونخليوا الصوت الساكنة والمواطنين والمجتمع المدني باش في الأخير نقدروا نجمعوا جميع هذه الاقتراحات ونشاركوا معهم الاقتراحات بيان سور ديال مكتب المجلس باش نحاولوا نديروا واحد برنامج اللي هو يكون منبثق من قلب الساكنة ويكون تلبي طلبات والرغبات ديالهم مباشرة. الدرام مستشار جامعي رئيس لجنة التواصل والمشاركات والتعاون، اعتقد الانتظارات ديالنا من هذا البرنامج هذا هي اولا وقبل كل شيء انه يكون برنامج حقيقي منبثق من الواقع، ما فيهش داكشي ديال المغالطات والمزايدات، بالعكس برنامج ديال السكينه تستجيب للتطلعات ديال السكينه في عده مجالات، ما غاديش نحاول نفصل لان المدينه الان اللي خصنا نامنوا به في هذا البرنامج هو اننا
ننطلق من الصفر، وبالتالي المشاكل الوارده سواء في مجال قيمه السياسيز هادشي ديال البعاد المتجولين واحتلال للعمومي، كذلك في المجال ديال الضبط وتقنين وكذلك تهيئ وتاهيل الملاعب والمرافق الرياضيه ولما لا كذلك المنتزهات. اكيد اكيد المدينه محتاجه لعدد كبير من الاوراش، ولكن نحن نؤمن بان المستقبل خير ان شاء الله، وبان ما هو قليل احسن. ما مطلوب منا الان هو ان هذه الافكار وهذه الانتظارات نزلوها لارض الواقع. اكيد ان الورشات المستقبليه مع الفعاليات الجمعويه غادي تكون حاره ونقاش غيكون مستفيد. وشكرا. احسن الزهري نائب الرئيس. طبيعه الحال بالاضافه الى الاقتراحات القيمه اللي ادبها الاخوان المدني، لابد من الاشاره بان تحديات الاعتبار تحديات اخبار انتظارات المواطنين من هذا المجلس انتظارات كبيره جدا. اظن ان المشكل الكبير الذي تعلمه جماعه الاعتبار هو المشكل الصحيح. هذه فرصه لاشكر السلطات المحليه والاقليميه على الدور الجبار الذي تقوم به من احصاء هذه الفئه والعمل على اعاده اسكانها. اتمنى سابقا انهم يحضروا بسكن لائق يراعي الكرامه خاصه المواطنين. كذلك لا بد من الاشاره على ان هذه مناسبه لتشخيص المشاكل الحقيقيه لجماعه نارا. اتمنى سابقا ان نتعاون جميعا السلطات والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني واطر الجماعه. هذه مناسبة كنشد عليهم الحضارة ونشكرهم، لأننا بدون أطر الجماعة بدون الموظفين لا يمكن حتى شي حاجة في هذه الجامعة. هذه فرصة أنني نوجه النداء كذلك الاهتمام بهم والعمل على طبيعة الحال تهيئ الأجواء المناسبة للعمل ديالهم، وكذلك فرصة لأجدد دائما ندائي للسيد الرئيس للمجلس ككل بالانفتاح على جمعيات المجتمع المدني والعمل على خلق لقاء خاص كما استطيع الاخ بالجمعيات نناقش فيه ما هو ثقافي ما هو رياضي ما هو اجتماعي السريع. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. الميزانيه والبرمجه والتخطيط، برنامج عمل الجماعه هو برنامج خصو يكون برنامج تنموي. فاش كنقولوا برنامج تنموي يعني فعل الاراده، فعل الاراده اللي كيمس المجالات الاقتصاديه الاجتماعيه الثقافيه كل ما يخص الانسان. وبالتالي يعني الهدف من هذا الورشه ومن هذا اللقاء هو اننا نمثل المدينه على مستوى يعني منتخبون، على مستوى جمعيات المجتمع المدني، على مستوى الإدارة، يعني تما كتلقانا هنا. وبالتالي حنا خصنا نوجدوا واحد الوثيقة اللي كتستجيب الحاجية ديال المدينة تمارا، ونقدروا أننا نمشيو يعني عند واحد المستويات أخرى، يعني على المستوى تاع الجهة وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى الحكومة، أننا البرامج نقدروا نوجدوهم أنهم يكونوا على أرض الواقع. وشكرا. مرحبا بالمدير العام للمصالح ومنسق المصالح لجماعة تمارا. النقطة اللي عندي وهي بأن تنفيذ برنامج عمل جماعة تمارا راهي بتواجد إدارة فعالة لموظفيها وبكفاءة الموظفين ديالها. شكرا.